شكرا مع الرئيس. يعني بين الحماس أخذ بالأخ جلال كاظم وما تم باب ما طرقه. أنا فقط ملاحظتي لما تطرق إلى ديوان هدوء رجال شباب، لما تطرق إلى ديوان الرقابة المالية ومن خلال مداخل اللي فهمته ربما فهمي خاطئ، وإذا فهمي خاطئ أعتذر له، وإذا كان فهمي صحيح أريد أن أصحح أمر سلمك الله. عندما تكلم عن ديوان رقابة قال ديوان رقابة يراقب أو كل شيء من هالنوع. ديوان رقابة المالية أنشئ بإرادة ملكية نص عليه الدستور، يقوم بمهامه وتقاريره سنويا تكون عندكم هني، يقوم بالرقابة على كل الجهات تحت رقابة اللي نص عليه القانون. فأعتقد يعني ما يجب أن نحن نقلل من هيئات ومؤسسات دستورية بهذه الطريقة. يعني نشكر القائمين في ديوان الرقابة المالية وعلى رأسهم حاليا رجل يعني له باع طويل في الأمور المالية والإدارية على مستوى الدولة، تقلد مهام كبيرة جدا باختصاص المال. فنعتقد يعني نعطي شيء من الاحترام لمؤسساتنا، لأن احترامنا لمؤسساتنا احترامنا لأنفسنا واحترامنا لجميع كما قلت مؤسسات الدستورية القائمة، سواء كانت في السلطة التشريعية أو في السلطة التنفيذية أو في السلطة القضائية. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس شوف، أنا ما قاعد ألمع صورة أي شخص في اللي موجودين هنا. أنا مطالب في مجلس شعب وطالب، وأنا ما تعديت على ديوان رقابة المالية معالي الرئيس. هل هم احترموا مرسوم جلالة الملك في تطبيق ديوان رقابة المالية؟ هذا اللي أنا أبغى أوصله. ما قاعد ينفذ يا معالي الرئيس. احنا نحترم الجهات الحكومية، ولا يمحور الكلام سعادة وزير المجلسين لشيء ثاني. أنا ما من هالتطبيل وهالكلام وميع الكلام لأي شيء ثاني. أنا مطالب في مجلس أطالب، هل هم نفذوا هذا الشيء؟ معظم الوزراء قوانين موجودة في البلد ما قاعدين يطبقونها. احنا نحترم القوانين، نحترم مؤسسات الدستورية وكل شيء في البلد، لا أحد يزايد علينا في شيء. وضحت النقطة خلاص. شكرا. أنا والله ما عندي شيء ثاني، ولا عندي غرض ثاني، ولا عندي هم ثاني. همي هم البلد مثل ما هو همكم، ولا نقلل من جهد أي مخلص لهذا البلد كما قلت، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. لا ألمع لأحد، أذكر حقائق. شكرا مع الرئيس. شكرا سعادة الوزير. سعادة النائب ثاني.